بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ صلى على محمد. الله. شباب اليوم احنا جبنا لكم مقطع حسامي، سميته قلت لمحمد الولد، قلت له حسامي هذا المقطع قنبله والله لا دمر كل النجارين بالسوق، حتى لا يدعون علينا على هالرخص مال السعر واسوي الهن. يعني راح اشوف نقول لك سعر الخانه هاي وهيش مواصفات والله تتفاجئ. شباب بس اطلب من عندكم قبل كل شيء، التوصيل مو مجاني، داخل بغداد 10,000 دينار، محافظات كل من محافظة لها سعرها. أبو ديالة إيش قد توصيل؟ شهربان ستين أبو ديالة. بس شنو إذا تجي مثل أكثر من واحد راح توزع عليكم بالضبط الكروة. هذا أعطيهم إحنا على ديالة ايه. على ثلاثة. عرفتوا شباب راح أعطيكم الأرقام الولد محمد، أنا جهزت أحط لكم إياها هنا بالشاشة. شوفن تتصل عليهن، بعدين هذين الأرقام تبينن تتصل عليهن. أه للحجز شو تريد يشتغل لك، حتى لو هذا الشغل ما عجبك عده غير شغل انواع، دز له صوره مثل هذا النموذج. شباب انا ما متواجد على الفيس، اسمعيها من عندي، ما متواجد على الفيس، عندي ارقام تليفونات اعطيك اياهن واتصل وياي على الواتساب، عندي واتساب وشنو ارقام ما تليفونات على الفيس، ما متواجد الحين شركان على الفيس بس انا ما متواجد على الفيس. شباب نبدي من اول قنبله وهي هالخانه. ابو جاسم وياها مش راح نباع، معلف وسرقي ويدي ووقافه ودبل سيم وثلاث خانات. باع شباب شوف مو هذا المربع واحد، هذا المربع الواحد ب 10، خانه كلها سعرها ايش قد؟ 30,000. خانه كلها بس هذا كلها، شوفوا شباب 1 2 3 ب 30,000، مربع الواحد ب 10 تدمون 22,000. شباب هاي ايش قد؟ ب 30,000. اكم الاربعه 2 3 4 نفسها ب 40. شباب با هاي القنبله الجديده، هاي ابو جاسم هاي لك، هاي كان بس معلف، شوف معلف وسراقي وسيم ودبل سيم وشنو هذا شباب؟ خلينا نقول كم ساعه هذا بي ار سي، وبيش كان يبيعها ب 60,000 هسه بيش ب 50,000. قال المتابعين احمد، يعني هاي جماعتي انتم خاص ناس، يعني تجون من طرف الجوان، جيت من طرف الفيس، من طرف احمد تاخذها ب 50,000 غيرك 75. عرفت الشباب؟ والله قلب 75. قال الجماعه، قلت له انا لا تسوي تخفيضات، انا الجماعه تجي وياي يدعموني يشاركوني على الفيس وياهم ساعتهم، معلف وسرقي ويدي ودبل سيم وش تريد؟ وشوف حجمها كبير، يعني جتها تقريبا 70 مو 70 يا بجيب الفيتا، جيب الفيتا وقيس لهم. والله حتى على الفيتا حقيس لكم. هاي ابو علها هم كبار سعرها 50,000. شباب تريد بس اتصل وياه على ارقام ابو جاسم، حضر لي ذني انا حاجزا اريدن الي، تتصل وياه. بس شباب انبه واقول لكم باعوا شباب 74، حتى 74 يعتبر 75 نسميه 74. وقع لا شوف هاي 43 شباب تتصل وياه، توصيل مو مجاني. توصيل شنو؟ مو مجاني بفلوس. بغداد 5,000 10,000، اكو مناطق قريبه على منطقه الشعله سعرها ايش قد؟ 5,000 دينار. شباب انا اقول لكم مكاني بغداد الشعله، عندنا محل فرع، عندنا محل يعني تقدر تتواصل وياه، يعني عنوانه اوضح من هذا العنوان، موجود بغداد بالشعله قطاع السابع قرب بنزين خانه من البريد يم سوق الساحه، موجود هناك. انت من تتصل علي على ارقامهم راح يعطيك بالتوصيل المضبوط. عده بلاويد، عده خشب شباب، حتى يبيع خشب بلاويد ومعاكس انت اللي تريده يبيع لك اياه، يطلعون فصولك واجهيات ابراج اللي تريده. خلينا نجي على هاي بحال القنبله الكبيره الثانيه، هذا المربع كبره كان قبل 35 مو 30 مره 35 سويت 40 ب 40 ب 30. شوف 40 ب 40 يعني نص متر سعر. شوف وكله شباب خشب جديد، سقل خشب جديد روسي، انا مو روسي. باع شباب خليني اقول لكم بيها، خليني ابو جاسم يشرح لهم. هذا المربع الواحد سعره 5,000 دينار. 5,000 هاي ب 75,000 كلها. هاي 15 مربع سعره 75,000. متر كيلو 130. هاي ايش كم مربع؟ هاي 12. 12 مربع سعرها ايش قد؟ 60,000. 60,000 يعني مربع يطلع عليك ب 5,000 دينار. ما صح، هذا كبرته هذا.
هذا كبر هذا سويناه بالعرض يعني هذا طلب خاص لادو واللي يريد من عنده تسوي له. اي مشت هاي معاه اي هاي محجوزه ويعني هاي بس احنا حبينا نسوي لكم اياهن حتى نحجز بس اللي يريد احنا عندنا عمال نشتغل له. تريد اربع سراوات خمسه تريد مكان اعلى اللي تريد اسوي لك اياه هسه مثل هاي تريد مثل بالطول نسوي لك اياها بالطول ما عندنا اشكال. سعر هاي خمسة. على المربع المربع الواحد بخمسة هاي كلها سعرها 75 إلى 15 مربع وهاي 12 مربع سعرها 60,000 وهاي هم موجودة. نجي لهاي هاي منام الجرارات هنا عندك جرارات ما كاملة بس هاي عندك كاملة. هاي احنا سوينا لها جرارات فاصلة كل خانة شوف كل خانة لها جرارة واحد كل خانة لها واحد معلف شو اسمه معلف مالته هذا السراقي سرقي أبو السبرنج أصلي يعني يرجع أصلي. شوف هذا بي ار سي هنا جوا ارضيه هاي بي ار سي دبل سيم موجوده كلها ورف موجوده هاي كلها سعرها 200 سعرها 160 100 ها هاي ام 9 هاي ام 9 هاي سعرها 225 المتابعين سواها ايش قد سعرها 200,000 يعني هاي قاعد احنا نقول ام الثلاثه خانه ام الثلاثه ام الجرارات سعرها 75 اذا تحسبها راح اصل عليك 225 قال متابعينك وجماعتك احمد هاي سعرها وبيها مجال متابعينك بعد اي ويقول بعد بيها مجال يعني من 200 وبيها مجال هاي سعرها 200,000 هاي ام هاي ام 60 هاي ام 120 مو 120,000 شباب سوينا كم جراره واحد سرقي معلف هذا معلف هاي جراره كامله ولا هي صار عليها شمس خاف ما تبين واضحه هاي شباب جرارات شوف هاي المربع الواحد يطلع سعره ايش قد 25 يمكن لو 20 يطلع المربع 20,000 او 25 شباب هذني خانه ام السته سعرها 120,000 يعني اسعار كلها خشب جديد يده حتى اليد شوف يداس سراقي كل شيء حاط لك اياه يعني شيء مرتب من تشتري شغله هيك حلوه مرتبه فلوسك طالعه بيهن وشوف ها شوف القبله ما شباب مو هالقبله ما التعبانه عمي سير تباع باع 200 هاك عم اصبع هاك اصبع يعني مو مو يحط لك هاي اكو شيء يسوون اكو يحطون هذا يحطون الفايبر فايبره يشرحوها ويدقوا لك اياها بالمطر بالمطر تيخ ويوقع السيم هاي تاخذها عمر شباب تاخذ هاي مال ورثه تورثها ولدك وهاي نجي للمن هاي الخانه شوف باعلوها خانه ام الجيد ام الثماني هاي شباب ما بيها جرارات هاي سعر المربع يطلع يمكن 15,000 مو هاي 100 هي سعرها 100 هاي مية. يعني حتى اقل من 15 هاي يعني سعرها 100 كنا ها شغله شوف سرقه بالسبرنج هذا شوف هاي الناس قلت لها تلعب ردك حتى نسوي بها فتحه تبين الضوء مالتها هذا راف هاي سيم بابا شوف هالخشبه داقيها مو فايبره هاي ما موجوده بس انا المندقه هي بابا الخشبه هالخشبه شرحها مرتين انا حسوي لها يعني وكله براغي براغي على كليبس هذا البسمار القوي معلب بيها هاي ام المعالف ام الثمانيه شباب ايش سعرها؟ هاي بدون جراره سعرها 100,000 وعندنا ام جراره يكمل بيها وعندنا ام جراره ام الثمانيه سعرها 160 175 سعرها 175 ام الثمانيه هاي هم موجوده جاهزه شباب هاي ام الثمانيه سعرها 100 هاي ام الثمانيه سعرها 100 هاي ام الثمانية هذا شغل قديم من اول هذا شوف ها شباب بعد اكو ايش قالوا احنا كان عندنا هذا الحجم مثل الدو قصيره انت تعطينا القياس هذا مثل هاي ارتفاعها 40 هاي ارتفاعها ايش قد 45 شباب يعني هاي ارتفاعها 40 هذا مثل لو داخله داخل برج فصارت قصيره هذين قصار اثنين هذين طوال فانت شو تريد احنا نشتغل لك تريد بهذا الحجم طلع القياسات اللي تحسوا لك اياها يعني. هذا احنا الجماعه يردون على هذا يقول لك حتى باوع براحتي يعني انا مثل كمستوى النظر مالتي وهذا هنا انا هم مو فاذاك الفرق بس اكو ناس شويه طوال ناس قصار بيها هاي الخانه ام الخمسه مو واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه ام العشره ارتفاع خمس خانات والجو عشان هذا اللي لازم واحد حل طويل حتى اطول من عندي هو انا تطلب عندي ما يطلب من في شباب هذا تشتري يجيب لك كرسي وساعات على البيضات الجوة هاي ايش قد سعر ابو جاسم 140 ام العشرة ام الثمانية 100 ام شو اسمه
أم العشرة سعرها 140 شباب، سعر هذا 140 ألف. أحطك كم أرقام محمد، أي عندك اتصال أو واتشيات يشتغل لك إياه، محميات أنت اللي تريده يسوي لك إياه، كشوانيات ما أدري شنو موجود، لوفتات مال صندوق مال فكات مال طيور، كل شيء عده شباب، أبراج مال دجاج، أقفاص دجاج، أقفاص مال طيور حب. هسه عدنا مثل ذاك هذا النموذج بس بعده ما مكمله. هذا العالم يقول عندك شغل كمان وبنشوفه. شوف احنا هذا عدنا بعده جاي نشتغل به. عدنا هاي مال بعده ما مكملين، هذا مال طيور حب. احنا شوي هذا هنا كشغل مالته. عدنا هاي خانة مال 8 جرارات بعده ما مكمليها ذني. يعني بس بقى السيم. السيم شو أصله بقى؟ وهذا السيم. ما أدري يشلع. بي آر سي. يجيبوا لك هذا يشلع ما يومين كافي. لا وهذا بقى هذا السيم المغلون. هذا المغلون أصلي. وسيم. الش اسمه هذا التور يسحوله، والمعلف هذا المعلف الصقار ايش قلنا سعره؟ هذا المعلف 15000، سعره 15000 معلف حسب الطلب. هذا موجود وهذا بجاسم، اي شيء عندكم تتصل وياه على الارقام مالته، على راسي هو ان شاء الله يكون وياكم. خادم صغير شباب، احط لكم ارقام تتصلون وياه، متواجد على الواتساب وعلى الفيس، مكاني بغداد الشعلة، اي شيء تريد تتصل وياه. واتشيات تشتغل على المتر، والمي اجبر يرجعها. الواتشيه تشتغل شلون على المتر؟ بيش المتر تاخذه؟ 25 متر، 25 بيش. شنو شباب السياره شال حمارتين والله، القبله ما القبله ما شلون شفت كم اياها ارتفاع ما له شغل يعني، بس بس شوف هاي القبله ما باع شباب، هاي القبله ما مو يحط لك هاي يقول هاي ارفع احط لك امتل من هاي باع، والسياره شال حمارتين باع هاي القبلة ما خلي يجيني النجار قلنا وشنو باع شباب ما يسوي لك ياسين بي ار سي المتر ب 25 مو؟ اي والسين بيش المتر؟ هذا لا ما اشتغل مو زين، يقول ما تفيدكم يعني هذا عمره سعر اقل، واذا تدي اشتغل كامل يشتغل لك يمكن متر ب 20 لا ب 15 طلع المتر ب 15 عمي هاي المتر يعني اذا تدي تشتغل لك واتشيه المتر مالها ب 15000 وهاي الواتشيه مالتها المتر مالها ب 25000 هذا طبعا ما تلف من 3 دينار يعني تجيب واتشيه مترتين ارتفاع مترتين مترتين سعرها 100000 وكلها بي ار سي هذا مترتين المتر 25 و 50000 متر 25 ومتر 25 لا ما مش بالارتفاع انا بس اعرف يعني شباب دبح صار السيل هاي المتر ب 12 ونص ابو جاسم يقول يعني انت احسب عدد ترى يصلح تنغلط بها لا ما نغلط الله موجود ما متأكد؟ الارتفاع متر وستين، المتر اثنين، هما هنأخذ مربع 25. أنت مربع؟ لا، هو المربع المتر 25 محسوب على العالم. ها مربع يعني مثل هذا أنت تأخذك الارتفاع متر اثنين. ما له شغل أنا على 25 متر. إيش كم متر؟ 4 أمتار/100. يعني 4 أمتار/100. إيه. ارتفاع ما يصير ارتفاع. لو متر اثنين ارتفاع يصير 100. إحنا حسب البي آر قطعة مال بي آر سي يعني. إيه. قطعة مال بي آر سي متر اثنين. إيه. يعني تحس لك انها قطعتين مترتين تاخذها ب 50000 عمي والله بلاش والله سهل ادري بيها اكو ناس ما فهم الموضوع غلط هسه وضحنا انا ابو جاسم يعني تريد واشي عرضها مترتين ب 50000 اقطع شباب اتصلوا علي احسن لكم ما تردون هيك اسعار والله والله تحطيم محمد مرادي سي محمد قنبله بالاسعار مرادي المرد ب 5 باع سويت 12 مرد الولد على 5 المرد تعال شوف المرادي خلينا نشوف بعد انا ما قاصني المرادي ما قاصني هذا بس شنو هذا مضلع على قول ذاك الرجال شوف والله صرت قنبله والله قنبله هذا بعدين شوف هذا مرادي هذا انا ما قاصني شباب مع اني ما حازل الساعه 12 كله جديد خشب جديد شباب وخياط انا مو خياط هذا اني باع يعني يسوي لك هذا يسوي لك هذا هذا الاطار ويدق لك فايبر عليه ويدق لك فايبر عليه ويسوي لك اياه سعر المردي هذا المترتين ب10 ايه هذا سويته لي ب 5000 متر ونص هذا متر ونص ب5 هذا متر ونص ب5 اي هم بيها مجال عم انا قلت بسيطه وبيها مجال بيها مجال بالاسعار طلبك ولا شغل يلا شباب مع السلامه